تدرون المنتج الوطني انتو سويتوا فيه؟ في شركة من الشركات طلعت خلال شهر واحد إيرادات 3 سنين قاطع الشركات العالمية واستبدلها بمصانع محلية، مصنع الاستيكرز كويتي، مصنع الألوان كويتي، مصنع العلب كويتي، العطر كويتي. منتج بيوريتي تبع شركة أمل الكويت، إنتاجنا زاد 300%. ما كنا نبي نسوي صابون إيد، كنا نبي نسوي صابون إيد استثنائي. ما كنا نبي نسوي صابون ملابس، كنا بنسوي صابون ملابس استثنائي. عبالهم منتج وطني يعني قلة جودة، يعني ارتفاع أسعار، يعني مش حالك على قولتهم تحت السلالم. منتج الوطني مصنع، منتج الوطني دقة، ضمير. ننظف مصنع أمل الكويت بس كذي؟ كثر حطيتي منه؟ حطيت بس هذا، أنا مو بس قاعدة أوصخ. تعال نظفني بعد، خلنا نظف، عطي خل أجرب، لا تشوفني أمي بس تخليني أمسح البيت باكر. والله في فرق والريحة طلعت. أزمة كورونا لما دعمنا ما رفعنا الأسعار، واليوم أكد مرة ثانية المنتج الوطني أهميته. هي مو سالفة مقاطعة ولا سالفة بديل، هي السالفة إن هذا هو لابد إنه يكون الأساس. إحنا موجودين من سنة 2015، كل شيء تحتاجونه حق البيت، تنظيف البيت والعناية الشخصية. المستهلك قال أنا بروح عند المنتج الوطني، المصنع والشركة قالت أيضاً أنا راح أروح المصانع كويتية محلية، ومو عيب نقول إن أنتوا شغلتوا البعض. إحنا رحنا مصانع كويتية عشان نلبي طلب الشعب الكويتي اللي هجم على المنتجات المحلية، والحمد لله أثبتنا جودة المنتج وزاد الطلب أكثر وأكثر. أنا من كل منتج ينباع أخذ نسبة، هذا أكثر معاشي. غيرنا وايد مصانع وساعدنا بتطوير مصانع بالكويت، لأن احنا نمشي على جايدلاين معين. لما الكويتي يصنع منتج يصنعه بأعلى المعايير بأعلى جودة. أسوي تجربة عملية يعني، فراح أغسل الغترة، أتوقع نحط نتفة بس. يرحم والديك، بس يرحم والديك. أقول والديك والديك. الله، غسيل يدوي ونجحتوا بالاختبار وناعمة، لأن فيها منعم. آراء اللي قاعد توصل لنا بالنسبة حق منتجات بيورتي آراء إيجابية، فعلاً هذا اللي قاعد يصير من إقبال الناس على المنتج بشكل كبير، هذا يدل على أن المنتج مسوق نفسه بنفسه. رأيك بغترتك؟ والله أروع، إن شاء الله راضي. شم ريحتها؟ يو والله عجيبة، والله صدق عجيبة. اليوم إحنا ننتج 30 إلى 50 ألف عبوة باليوم، الطاقة الإنتاجية مالتنا زادت، هذا يدفعنا لنا شنو نسوي؟ إن نطور مكايننا. كل ما يزيد إنتاجنا راح نقدر نقلل السعر. فإحنا لازم نشتري منكم وايد عشان يقل السعر، هو أصلاً السعر مناسب. قطرة واحدة، قطرتين بالكثير خلصنا، ليش تسبحين الاسفنجة؟ إحنا مالنا مركز، فقطرة كافية. ثبات، ريحة وجودة، ما تسبب حساسية، منتج كويتي، كل العوامل اللي تخليك أنت بالفعل أنك أنت تتجه تشتري هذا المنتج. إحنا كشباب نقعد على طاولة واحدة نبي نطلع منتج عالمي كويتي. أهم شيء عندنا عبارة صنع في الكويت ورا كل عبوة، هذا فخر واعتزاز لنا.